ازاي حضراتكم؟ انا ريمون صبري. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم على، هريحكم خالص، موضوع ازاي تقدر تجيب نيش مربح جدا لحضرتك بطريقه سهله جدا، وكمان ان شاء الله يكون في سيلز ان شاء الله وفيره ان شاء الله الفتره الجايه، عشان يكون عندك طاقه ايجابيه اكتر الفتره القادمه. لكن احيانا كنت حابب برضو اذكر حاجه صغيره جدا، بس اللي كان في احدى اليوتيوبرز المشهورين الحقيقه الناجحين في مجال البلانت اون ديماند، كان هينزل فيديو خاص بأسباب معينة اللي ممكن 99% من الناس حسب وصفه يعني ما بينجحوش، أو بمعنى صح بيفشلوا في مجال البرنت أون ديماند. الحقيقة هو ذكر بعض الأسباب المعينة الخاصة، لو ممكن مالكش أهل في الديزاين، ما عندكش ماركتينج كويس قوي، داخل في كي وورد أو داخل في نيش مزدحم جدا وهاي كومبتيتيف، تمام، ما يكونش عندك اصرار قوي. طبعا هو ذكر الحقيقه بعض الاسباب المعينه، تقريبا 6 اسباب تقريبا، وخلى في نوع كده من الناس كده، قسم الناس اللي داخله على البرنت اون ديماند 3 انواع. قال ان في اول نوع اللي هو راجل شاطر جدا في الديزاين، تمام، سواء عنده فوتوشوب او الستريشن سكيلز يعني، لكن يفتقد النسبه الخاصه بالماركتنج. الشخص الثاني بقى ده شاطر جدا بقى في موضوع الماركتنج، تمام، لكن هو ضعيف ومهلوش قوي في موضوع ان يعمل ديزاين كويس، وما عندوش البروفيشناليزم اللازمه في فوتوشوب او الاليستريتور وخلافه. جاب برضو شخص ثالث اللي هو الحقيقه مفتقد لحاجتين، سواء ديزاين او حتى ماركتنج، ونصح هذا الشخص الاخير اللي هو رقم 3 ده ان هو يشوف شغل ثاني، بزنس اخر. انا الحقيقه كان ليا تعقيب في الحقيقه في النقطه دي اكتر، ان الحقيقه انت لما تقول لشخص زي كده، الناس كلها داخله البرنت اون ديماند طبعا لاهداف معينه، طبعا اكيد اولهم واساسهم موضوع السيلز، موضوع يكون فيه بيزنس وايرننج ماني خلال الانترنت، صح كده؟ فالناس الحقيقه بتختار البرنت اون ديماند عشان شافت انه ممكن مجال متسع، فيه اذواق معينه بجد، ان كمان فيه ربح وفير من ناس كتير جدا بتكسب منه، كمان حبت هذه الشغلانه يعني، تمام. فالحقيقة الشخص اللي هو راجل مثلا شاطر جدا في موضوع الديزاين، ليه ما يكونش مثلا شاطر برضه في موضوع الماركتينج؟ يعني طالما الشخص هو نجح في حاجة، ممكن يقدر يكمل بيها الناحية التانية ويبقى شاطر في الماركتينج ويز، تمام. وطبعا كلنا عمرنا ما حدش طبعا فينا بيرفكت كامل، طبعا الكمال كله لله وحده. فأنت شخص عندك سكيل معينة، عندك مهارة معينة، والشغلانة دي محتاجة سكيل أخرى، ايه المشكلة لو انت بقى طورت من نفسك، تمام، وخليت الاثنين بقى بنفس المستوى القوي، وبالتالي انت راجل تبقى عندك الكفء الكامل لهذه الشغلانة. فالراجل الشخص الاولاني هو ذكره هذا اليوتيوبر المشهور، كان المفروض يقول لا انت طور موضوع الماركتينج. الشخص الثاني هو مفتقد لموضوع الديزاين وشاطر في موضوع الماركتينج، ايه اللي فيها لو اتعلم واخد كورسات خاصة بالفوتوشوب والالستريتور، وتعلم بقى هذه الديزاين بروجرامز او السوفت ويرز عموما. الشخص التالت ده مش من الصح تقول له مثلا سيب هذه الشغلانه وشوف شغلانه غيرها، لا، طالما هو راجل بيحب هذه الشغلانه، ايه المشكله وهو اتعلم؟ ايه المشكله وانت وجهته وقلت له لا انت اتعلم، خد كورسات، وتلاقي في فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب او اي مجال اخر في مواقع اخرى يعني، هتلاقي في علامات الفوتوشوب وكانفا والالستريتور وكثير جدا ازاي تقدر تعمل ديزاين ولوجو والكلام ده. لو انت راجل برضه مفتقد لموضوع الماركتنج، اتعلمها برضو، مفيش مشكلة. اللي بيحب شغلانة أكيد هيسعى ليها بكل الطرق وكل ما أمكن وكل أوتي له من قوة أن يتعلم تلك الخصائص والصفات الملائمة لهذه البيزنس. فالحقيقة يعني هو كان، أنا كان بس تعقيب بس الوحيد، بس مفيش مشكلة يا جماعة لحضرتكم لو أنتوا لسه مش قوي في موضوع الماركتينج، لا أنت استغل وقتك وتعلم. وطبعا ده دوري الحقيقة في هذه القناة، إن أنا بحاول أديكم برضو يعني زي أفكار كده معينة وطرق واستراتيجيز عموما بتساعد حضراتكم في موضوع الماركتنج، وكمان بتلاقوا افكار برضو انك ازاي برضو تلاقي نفسك يعني في كومبيتيشن قليله، وتلاقي ان شاء الله في سيلز وارباح ان شاء الله لحضراتكم. فالحقيقه زي ما كان في اول حاجتين مهمين جدا في موضوع الديزاين الخاص او برنت اون ديماند، موضوع انك تعمل ديزاين كويس، مش لازم يكون حاجه بروفيشنال وحاجه كده معقده وحاجه كده خزعبليه زي ما بيقولوا، لا انت راجل، انا شرحت برضو حاجات دي قبل كده، ممكن تعمل ديزاين تكست بيزد نص فقط لا غير، ومش هتبقى كده فيديو هيظهر دلوقتي على الشاشه عن طريق حتى موقع كانفا. انت مش لازم يكون عندك بروفيشناليزم رهيبه جدا في موضوع الفوتوشوب وموضوع الالستريتور وخلافه، لا، انت بس لو عندك مهاره بس في كانفا، ولو الافضل كمان لو انت اشتركت فيه على مستوى الكانفا برو هيبقى افضل لحضرتك لكذا ويز.
لكن انت مش لازم يكون عندك انت المهاره الضخمه قوي في موضوع الديزاين تمام والفوتوشوب عشان تبقى انت راجل يعني ملائم لهذه الوظيفه او هذا البيزنس. يعني كمان عندك ماركتنج ويز مش قويه قوي، مفيش مشكله، احضر فيديوهات اكتر واثنين واربعه وعشره وتعلم. كلنا بنحاول نكتسب خبرات ونكتسب تعلم ونكتسب مهارات معينه في حياتنا، ده اهم حاجه عندنا. ما دام عندنا الباشن والشغف والاراده نتعلم وننجح بجد، دي اهم حاجه على فكره في اي بيزنس. عندك اراده للتعلم واراده والتفاؤل وطموح وتوكل طبعا على الله طبعا في المقام الاول، بجد انت هتكسب وهتنجح. وما دام انت حبيت الشغلانه دي بجد بكل مشاعرك وكل حياه جوارحك زي ما بيقولوا، هتكسب بجد. وطالما عندك الدافع القوي الموتيف تمام اللي انت حابب هذه الشغلانه وتكمل فيها، ما يكونش بس تيأس ومن اول اربع خمس ديزاين ولا 10 ولا حتى 50 حتى حسيت ان بالفشل كده، لا وتسيب هذا الشغلانه وتشوفها او هذا البيزنس يعني خاص بالبرنت اون ديماند وتبص على بيزنس اخر، انا ما اظنش هتنجح برضه في حاجات تانية. يعني انت هتبقى نفس الوي برضه ليك انت، اه انا هحاول اجرب ما نجحتش هشوف مكان تاني، مش هينفع. انت عاجبك هذا البرنت اون ديماند بجد، حابب هذا المجال كمل فيه وتعلم فيه سواء ديزاين ماركتنج، وبرضه ده هيعلمك كمان الصبر والتفاؤل وانك تبقى راجل طموح وبجد ثق ثق تماما بجد ان لو انت اتعلمت كل الحاجات دي بجد ربنا هيوفقك ومش هيضيع اجرك اطلاقا. تمام، دي الحقيقة انا حبيت اذكرها بس في الاول بس عشان لو حد من حضراتكم مثلا بيحضر حاجات يعني يوتيوبرز اخرى فورنرز يعني اجانب، كان حاول الراجل ده، انا بحترمه الامانه هذا اليوتيوبر وما زلت طبعا احترمه طبعا، وراجل ناجح جدا في مجال البرنت اون ديماند. لكن انا حقيقة ما عجبنيش موضوع ان هو يبث كده نوع من انواع النيجاتيف انرجي للناس، الناس اللي حتى داخله على قناته عشان تتعلم وعندها تفاؤل كده، وحلو جدا الراجل ده ناجح اه وشاطر وبيعلمنا حاجات كويسه، ليه ما بقاش زيه؟ لكن هو يقول لهم لا سيبوا الموضوع، البيزنس ده ما كانش موفق قوي في هذا الفيديو للامانه يعني. فهنيجي طبعا بقى على موضوع النهارده الرئيسي الخاص بانت، عشان اريح حضراتكم خالص موضوع الكي وورد او اسف او النيش. انا برضو ذكرت حاجه في فيديوهات سابقه خاصه باختيار النيش ازاي تمام، طبقا طبعا موضوع حاجه خاصه بادوات في جوجل وادوات في الموقع التعامل معاه بلاتفورم سواء ريدبابل او تي سبرينج او تي بابليك او تيزلي او زازل وخلافه. لكن طبعا هخص كلام اكتر في ريدبابل يعني. تمام، انا برضو النهارده هديكم حاجه جميله جدا الحقيقه وهتستفيدوا منها استفاده رائعه خاصه بموضوع النيش وازاي تتعامل معاه وازاي تختار نيش معين يكون اقل ازدحاما واقل كومبيتيشن، وان شاء الله يكون في سيلز لحضرتك وفي ان شاء الله في ترافيك على الديزاينز الخاصه بحضرتك. ازاي بقى؟ انا هديكم مثلا كمثال، انا قلت في الاول طبعا ان لازم عشان تختار نيش، لو انت جبت نيش مثلا كبير معين كلمه معينه، وليكن انا هاخد كمثال مثلا بريد بابل كمثال، لو انا قلت مثلا يونيكورن كمثال يعني، لو انا كاتب بس كلمه يونيكورن كنيش هختاره طبعا ده من الخطا. ليه بقى؟ كلمه طبعا برود واسعه جدا عامه جدا، هتلاقي نسبه الريزلتس نفسها 159000 طبعا، ده الرقم ده برضو مش كبير قوي يعني، مش كبير قوي بالنسبه لليونيكورن يعني، لو يونيكورن اصلا دي كلمه ضخمه الحقيقه، لكن انا الرقم ده اصلا يخض عشان تدخل انت في هذا الازدحام وهذه الكومبيتيشن. من الصعب الامانه ان الديزاين بتاعك يظهر في الافق حتى في الاورجانيك سيرش، وطبعا ده هدفنا الاول والرئيسي ان تظهر في الاورجانيك. تمام، حلو، هنا بهذه الطريقه انت مش نافع، مش هتنفع، مش هتتعب نفسك وتطرق نفسك وتصيب نفسك بالاحباط سريعا سريعا. فالافضل بقى انك تعمل بقى داونينج، تعمل بقى تنزل بقى لهذه النيشز يعني، مثلا يونيكورن وحاجه تاني مثلا، تعمل كروس نيشز يعني برضه، ما دي ابسط مثلا في حاجه تانيه هتكون كمثال. انت لو اخدت مثلا حاجه زي الخاصه بنظام الحيوانات الاليفه اللي هي زي البيتس او الدوجز يعني عفوا، لو انت اخترت مثلا هذا النيش هتلاقي برضه فيه كومبيتيشن رهيبه جدا عشان تدخل انت فيها وتتميز فيها وتبقى عندك ترافيك ان الشخص ده بيعمل فعلا ديزاينز خاصه بالدوجز عشان يلاقي حضرتك اصلا في وسط هذا الازدحام من هذه الكلمه مثلا، هتلاقي طبعا الموضوع متعب ومرهق للجميع. تمام، فزي ما حضراتكم شايفين اهو ادوه قد ايه الدوجز مثلا هذا النيش، شوف قد ايه كميه البحث اللي عليه، كميه الديزاينز الموجوده يعني، قرب هيخش شويه كده واتاخرت كده مثلا اربع شهور تاني كده هتلاقي نص المليون. ف
فالحل بقى ايه بقى؟ تنزل بقى دوجز، طبعا موضوع الكلاب طبعا ده موضوع كبير جدا، نيش ضخم قوي، انت بقى تنزل بقى فيه، تنزل يعني مثلا الدوجز مثلا في انواع كتير جدا من الدوجز، في الجيرمان شيبرد، في الهاسكي، في البرنيس الماونتن دوج، في مش عارف اللابرادور والكلام ده، انت اعمل هذا النيشز. يعني مثلا واحنا كان كمثال وليكن قلنا وليكن هاسكي مثلا، طبعا ده نوع كلاب محترم جدا تمام، سواء السايبريان هاسكي او غيره، هنلاقي برضو ممكن اقل، شوف بدل ما يكون 700000 هنلاقي 22000 ريزلت، برضو رقم كبير. فتعمل لي برضو حاجه اسمها كروس نيشز. ازاي كروس نيشز؟ تقول مثلا هاسكي مثلا ويز واين مثلا، يعني تشوف انت الراجل اللي بيحب مثلا اللي بيحب الواين برضو ممكن يكون عنده برضو بيحب الكلاب الخاصه بالهاسكي. في برضو ناس بتحب الهاسكي وتحب مثلا شرب القهوه مثلا الكافي، في ناس تحب الهاسكي وتحب الريدنج بوكس. يعني كمثال لو احنا قلنا هاسكي مثلا وقلنا هاسكي اند كافي كمثال، هنشوف بقى قد ايه الريزلتس نفسها الموجوده، ديزاين نفسه يخص هذا النيش، هنلاقي شوف كام 191 ريزلت. تخيلنا بقى لو انت بقى راجل، وطبعا ناس كتير جدا بتحب القهوه طبعا ده امر خلصان، وفي ناس برضو بتحب جدا هذا النوع من الكلاب اللي هو الهاسكي، عشان اصلا في امريكا اصلا بيحبوا جدا موضوع تربيه الكلاب تمام، الدوجز بريدنج. فبالتالي انت لما تلاقي ناس كتير بتحب الهاسكي وناس بتحب كمان القهوه، انت كده راجل نيش رائع 100% مستهدف 100%. شايف اهو مثلا، هو شايف كافي اند هاسكيز، اول اي نيد كافي اند هاسكي اند ماي هاسكي، شوف متخيلين قد ايه الراجل ده اختار نيش محترم جدا تمام، حاجه رائعه. نفس الفكره انت ممكن هاسكي اند واين، هاسكي اند ريدنج بوكس، مش عارف مين، نفس الفكره انت ممكن برضه تشيل كافي خالص، ممكن تحط وظيفه يعني بروفيشن معينه، يعني وليكن نيرس، انجينير، راجل سكيورتي، باس درايفر، راجل بيسوق الاتوبيس. وطبعا انت بتخلق بقى نيشز كروس نيشز، ده بيكون فيه اكثر توجه لحضرتك لو كنت انت عندك الكومبيتيشن نفسها قليله، لكن نسبه ظهورك عاليه جدا 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 في الاورجانيك سيرش. وكمان حتى انت لو انت عملت بروموشن او ترويج عليه طبعا بقى، سواء مدفوع او مجاني على البلاتفورمز الاخرى بنترست، انستجرام، تويتر، فيسبوك، هتلاقي ان في نسبه كتير جدا من الناس اللي مهتميه جدا بالنيش اللي انت اخترته اللي هو مثلا زي كافي، وبرده ناس برده مهتميه اكتر، يعني عملت ناروينج كده شويه للبيبل دي، الناس اللي بتحب القهوه بتحبه برده الهاسكي دوجز تمام. وده على فكره برده ده كلام يعني برده مش جديد، يعني يعني مثلا لو احنا مثلا جينا على موقع زي زازل كمثال، كان مثلا في مثلا موضوع اللي هو ايه اليوم العالمي لقراءة الكتب او البوك لافرز داي، هنلاقي مثلا هو مثلا كمثال ان في تيشيرت هو فاينانشال مانجر باي داي بوك لافر باي نايت، يعني انا راجل في النهار يعني عباره عن مدير مالي، وبالليل بحب اقرا الكتب او محب القراءه. تخيل بقى النيش ده رائع جدا، انت مثلا ثبت كلمه بوك لافر باي نايت دي وغيرت ان هنا بقى في موضوع الوظيفه دي، شوف بقى عد كام وظيفه بقى انت تعرفها بقى في حياتك بقى، الراجل اللي هو الراجل بتاع السباك، الراجل اللي بيمسح، الراجل اللي بيسوق اللي مش عارف مين، الراجل اللي الباربيانز، الراجل الحلاق يعني عفوا. فيعني كمثال لو الراجل هنا مثلا لو جينا مثلا على الصفحه الثانيه، اكيد شور هنلاقي طبعا الراجل ده نازل ديزاين خاص بهذا النيش، اهو شايفين فيولا بلاير باي داي بوك لافر باي نايت، يعني انا راجل بلعب بيانو فيولين تقريبا او مش عارف ايه دي فيولا تمام، لكن بالليل بقى ايه بقرا الكتب. وهنلاقي برضو اكيد برضو اكيد في نيشز معينه نفس القصه دي تمام، ولو نزلنا كده هنلاقي اكيد يعني احدى تلك الحاجات اهو كيلتر، الراجل اللي بيعمل تبطين للحافات يعني باي داي بوك لافر باي نايت وهكذا. عشان هو ثبتت موضوع الداي او الترند ده الخاص باللي هو اليوم اللي جاي او الاوكيجن اللي قادم، العيد القادم ده، وغيرت بقى في البروفيشنز. يبقى انا راجل مثلا راجل عندي هذه الوظيفه تمام الكيلتر ده، وفعلا بحب الكتب، ليه مش هشتري هذا التيشيرت ما دام التيشيرت ده معبر عني 100%، انا فعلا بحب الكتب وكمان راجل مناسب جدا للوظيفه اللي هي شرحها دلوقتي. فبالتالي انت عملت بقى كروس نيشز جميله جدا حقيقه ورائعه، ومش هتلاقي فيها كومبيتيشن مهوله، لا بالعكس زي ما شفنا في موضوع الهاسكي وموضوع الكافي. ويا سلام بقى لو انت بقى ظبطت بقى شويه هاسكي كافي واين مثلا، هاسكي نيرس مثلا وهكذا. طبعا مش بتكلم بس على موضوع الهاسكي بس كدوج، طبعا انت انواع عندك كتير جدا من الدوجز، انواع جدا من الكاتس لو انت اتكلمت في نيش خاص بالبيتس الحيوانات الاليفه وهكذا. انت مثلا عندك هو ان مثلا وليكن كمثال عندك مثلا عيد قادم خاص بالفريندشيب، اليوم العالمي للصداقه،
انت ممكن تعمل all I need مثلا my friend my best friend and cup of coffee، يعني فنجان من القهوة. نفس الفكرة ممكن تثبت موضوع الفريند ده my best friend وتغير بقى موضوع القهوة، ممكن تقول ايه بقى، يبقى glass of wine مثلا، beer مثلا، cup of tea، تمام، ممكن glass of cocktail. متخيل انت الوضع؟ وممكن كمان my friend and my husky، بحيث برضه ان في برضه علاقة friendship بين الهيومن الانسان والدوجز. فبجد هتلاقوا الموضوع ده هيريحكم جدا في موضوع الترافيك، موضوع الاورجانيك سيرشز. وبامانه برضو مش هتلاقوا ناس كتير جدا تشرح هذا الكلام للامانه. وبرضو حابب اكد لكم حاجه، ان موضوع ان تعمل كروس نيشز دي، ده في اصلا سوفت وير معين اسمه اوتوميت بي او دي، ده اصلا بيعمل لك بقى انت بس بترفع مثلا كميه ضخمه من البروفيشنز او من الجوبز مثلا، تمام، وانها تتغير مثلا في حوالي اكتر من 500، ممكن توصل معاك ل 500 ديزاين، زي ما عملنا كده، زي ما شفناها في موضوع البوك لافر هنا، تمام. انت بس بتثبت ده وبهذا الالستريشن او بهذه الرسمه التوضيحيه الخاصه بالبوك يعني، ودي تخليها بقى عباره عن حاجه متغيره، وتحط بقى انت مثلا 100 وظيفه، تمام، يعني فاينانشال انجينير وفاينانشال مانجر والكلام ده، سكيورتي سكرتري والكلام ده، فكده هينزل بقى اوتوماتيكالي، ينزل بقى عندك على الجهاز بقى الميت ديزاين. طبعا هو النقطه السلبيه في البرنامج ده الحقيقه هو سعره مش قليل، يعني هو تقريبا حوالي $30 في الشهر. انا بقول لك مش لازم للامانه، يعني مش هتكون، ما بلاش تشترك فيه لو انت معاك فعلا فلوس معينه او بادجت معين، او لا تستثمر بيه في موقع اخر، ولكن حتى كانفا او حتى بلاي سيت زي ما ذكرنا. يعني مثلا انت موقع كانفا انت معاك جدا، انت ممكن تقول اهو كمثال، انا عملت اهو 5000 5000، وانا راجل اوريدي مشترك بالكانفا برو، تمام، وهكون اللينك تحت الديسكربشن عشان تديك الاشتراك لمده شهر مجاني وتجربه كل حاجه بالخصائص الخاصه بالبروفيشنال او الكانفا برو. بتيجي مثلا على هنا الباك جراوند معينه، وليكن انت حابب كمثال، يعني بقول لك كمثال عشان بس ما اعطلش حضرتك اكتر من كده، نعمل نخليها مثلا لونها اسود مثلا، وحابين نحط ديزاين مثلا خاص بفريندشيب زي ما اتفقنا وقلناها قبل كده، تمام. انا هقول برضه على السريع جدا بس عشان ما اطولش حضراتكم، هختار اي فونت دلوقتي، تمام، وكمثال بس اهو مثلا all I need مثلا all I need، ماشي، my friend مثلا my best friend my best friend and بقى. طبعا انت ممكن تحط هنا بقى دين بقى my husky، بحط صورة للكلب الهاسكي، او ممكن او كاب اوف تي مثلا، and ممكن تحط ايه علامة اللي هي ايه and دي، and ماشي my او كاب اوف، تمام. وانت ممكن تحط برضو حاجه اضافيه، طبعا ده حاجه سريعه جدا جدا، يعني مش بالمنظر الملائم، لكن انا بقول لك ده كمثال. انت بقى تغير بقى في موضوع الكافي ده، تحط بقى اي حاجه انت بتحبها مع البيست فريند الخاص بحضرتك، تمام. ومحفظش عن الكلام ده كله في الفيديو الخاص بتعمل ديزاين كويس بلا اي تعقيدات من موضوع كانفا، برضو هسيب برضو اللينك تحت في الديسكربشن، وهيكون دلوقتي يظهر دلوقتي على الفيديو. بجد حضراتكم لو اشتغلتوا على هذه الويز، انا بجد انا وعدتكم ان شاء الله هتكونوا في، هتلاقي في اورجانيك سيرش. وحتى لو انت عملت بلوك بروموشن على بنترست زي ما اتفقنا، او حتى على انستجرام، مش لازم يكون مدفوع، انا عملت صفحه انت خاصه مثلا بالنيرسز الممرضات، في ممرضات لو انت اشتغلت مثلا في نيش التمريض بس النيرسز، هتلاقي ضخم جدا، هتلاقي كومبيتيشن عاليه موت يعني. هتنزل بقى ساب نيشز بقى، يعني في نيرس بتحب الميك اب مثلا، في نيرس بتحب الكاتس، طبعا ده هتلاقيهم كتير جدا يعني. الكاتس بقى طبعا لو خدت كاتس بس، دي كاتس بس ممكن تبقى واقف يعني، النيرس وكات ده حاجه كويسه، لكن لو شفت مثلا في زحمه وريزلتس كبيره جدا، لا، يبقى انزل بقى من الكاتس للساب نيش. انواع الكاتس هتلاقي في بقى، في اللي هو الشراز، في مش عارف القطه السيامي والكلام ده، طبعا انواع كتير جدا. هتعرف منين بقى الانواع دي بقى؟ من جوجل، تكتب، تاخد تيجي على جوجل وتكتب مثلا دوجز تايبس، كاتس تايبس، واين تايبس، بير تايبس، هتلاقي انواع كتير جدا 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 جدا. وبيرد سوايس، الناس بتحب البيرد واتشنج، طبعا ده هوبي معينه او هوايه معينه، الناس عندها بيرد واتشنج، الناس بيحب كده يشاهدوا الطيور ويراقبوها يعني. نفس الفكره في الفيشنج، الفيشنج مثلا يحب، واحد يحب الفيشنج مثلا صيد السمك مع كوبايه قهوه، متخيلين؟ فتعمل كروس نيشز وسب نيشز، هتلاقي بجد الموضوع اسهل لك
مليون مرة انك تدخل في نيش ضخم مهول، يصعب على حضرتك انت تلاقي نفسك في الاورجانيك سيرش، وحتى كمان هيصيبك كمان برضو بايه، بعدم التفاؤل اكتر لما تلاقي نفسك مش ظاهر اوريدي في اول صفحات من ريدبابل مثلا او من موقع التعامل معاه. وطبعا برضو انا وضحت ازاي تظهر برضو في اول الصفحات، طبعا في فيديو برضو هنزله دلوقتي اعلى الشاشة للي برضو اللي ما حضروش. طبعا اتمنى بجد ان ما اطولش حضراتكم اكتر من كده، واتمنى بجد اللي عجبه هذا الفيديو يدوس لايك وشير، ولو انت برضه مشتركش في القناه اعمل سبسكريبشن، طبعا ده شرف ليا الحقيقه من فوق راسي من فوق. ولو في اي سؤال اي استفسار انا محضركم دائما، ومع السلامه في فيديو جديد.